موجز الأهم الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم. قام رئيس أعضاء مجلس الإدارة بشركة سرت لتصنيع النفط والغاز بزيارة لجهاز حرس المنشآت النفطية بالبريغا للاطلاع على سير العمل داخل إدارات الجهاز. أثناء الزيارة عقد اجتماع موسع ضم كل من أعضائه ورئيس مجلس الإدارة بشركة سرت ومدير الحماية والحراسة ورئيس الجهاز، حيث ناقش الاجتماع أوجه التعاون في مجال الحماية والحراسة. أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية هذا الجهاز في استقرار الأمن داخل الحقول والموانئ النفطية، حيث أشاد بدور جهاز حرس المنشآت النفطية التي يقوم بأعمال التي يقوم بها وعلى رأس رئيس الجهاز من أجل حماية المستخدمين داخل المنشآت النفطية بدوره. أثنى رئيس الجهاز على دور شركة سرت لتعاونها الدائم مع حرس المنشآت النفطية، مبديا استعداده التام لتسهيل جميع أعمال الشركات دون تأخير. رصد موقع تمرير رادار الإيطالية المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية اليوم الاثنين هبوط طائرة عسكرية تركية في مصر على تمام الساعة 7:30 بتوقيت وسط أوروبا بعد رحلة استغرقت 4 ساعات قادمة من اسطنبول. أوضح الموقع في تقرير أن الطائرة من طراز إيرباص غادرت مرة أخرى إلى تركيا حوالي الساعة 8:30 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. أكد الموقع استمرار الجسر الجوي بين تركيا وليبيا، ولم يوضح نوع الشحنة التي كانت على متن الطائرة. قال عضو مجلس النواب عن مدينة سرت أبو بكر الغزالي إن القرارات التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تسخيرات فايز السراج ما هي لمحاولات لإطفاء شعلة غضب الشارع التي قد تؤدي لمزيد من الاشتعال عبر تجاهل الحقائق، مشيرا إلى أن الشباب المحتج لن تنطلي عليه هذه المحاولات، خاصة مع دلالة توقيت إصدار القرارات بعد أقل من أسبوع على اندلاع المظاهرات. أوضح الغزالي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط عن اعتقاده باستمرار المظاهرات لكونها تنادي بمطالب حقيقية عديدة لمواطني غرب البلاد، بالتالي أي محاولات تسكين أو رشي لن تجدي، إلى جانب أن الجميع يعلم أن السراج يبذل مساعيه لاسترضاء وجذب الشباب وكافة شرائح المتظاهرين إلى صفه في صراعه مع وزير الداخلية المفوض في حكومته فتحي بشخة. قال عضو البرلمان الأوروبي كوستاكس مافريدس أن البرلمان سيطالب بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسط، مشيرا لأن عدم التوصل لقرار موحد ضد نظام الرئيس رجب أردوغان سيضر الاتحاد الأوروبي. مافريدس وفي حوار تلفزيوني ذكر أن البرلمان الأوروبي سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة النظر فيما يحصل في المنطقة بهدف التوصل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية في شرق المتوسط. أضاف أنه ستجتمع كل الدول الأعضاء في مناقشة هذا الشأن للتوصل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية في شرق المتوسط في المنطقة برمتها واتخاذ تدابير حازمة ضد المصارف التركية. أفادت مصادر لقناتنا بأن محافظ مصرف ليبيا المركزية المقال صديق الكبير رفض قرار حكومة السراج القاضي بصرف منحة الزوجة والأولاد اعتبارا من يناير 2020. هذا وكان قرار السراج ينص على منح علاوة الزوجة والأولاد على أن تخصم في المقابل القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي. يشار إلى أن قرار صرف العلاوة جاء ضمن حزمة من القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي غير الدستوري بعد انطلاق حركة 23 من أغسطس. ختام الموجز مشاهدين، والمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث .net. شكرا مشاهدينا لذي بالمتابعة، في أمان الله.